بشكل سريع بنعطيكم تحذير. شوفوا هذه الشركة، هذا الكيك. قبل كم يوم نشرنا رسالة في الواتساب بخصوص، شوفوا هذا الكيك، تروحوا للمكونات هنا وشوفوا هنا وش مكتوب، انزيمز. هذا الانزيم اتصلنا للشركة وتأكدنا منها، قالوا ان هذا الانزيم مأخوذ من الخنزير. الشيء الثاني اللي طلعوا فيه غير الانزيم، شوفوا هذه الكلمة وش مكتوب، مكتوب تالو، هذا شحم حيواني. هم بعد هذا فيه اشكال بالنسبة الينا احنا ما ناكله. فتأكدوا من المنتجات، اذا كانت هذه الكلمتين تقريبا، بس هذه الكلمتين ما هم موجودين، بيكون الوضع سليم وعادي تقدر تاخذه. يعني شوفوا هذه المنتجات كلها انواع واشكال، يعني نفس هذه الشركة عندها منتجات هنا، عندها منتجات هنا، كلها تنتج ما فيه شيء. لما تشيب المكونات اللي ورا، خلينا نوريكم اياها الحين وقارنه باللي جنبه تقريبا فيها. هذه مع انه على كافي، وهذا كيك ابيض مع هذا فيه اما انزيم او فيه اللي هو الشحم الحيواني. هذا المنتج خلينا نقارنه مع المنتجات الشبيهه اليه. شوفوا هذا على مارشميلو ابيض، وهذا على يعني ستروبري وردي، وهذا اسود. ريدينس كلها كامله، ما فيها ولا اي شيء، لا انزيم ولا شحم حيواني. لما نقارنه باللي جنبه هذا، طلع اخر شيء هنا، الشركه قالت لنا هذا مو موجود فيه انزيم ولا موجود فيه شحم حيواني. خلينا نلف على السريع كده ونشوف. شوفوا هذا، انا قريت انه شوف موجود انزيم هنا، مو موجود بالمختصر. يعني لما تروح اخر سطرين، ما هو موجود انزيم ولا موجود شحم حيواني، هذا موجود فيه. شوف هنا اخر سطرين، شوف هنا اخر شيء انزيم، اصبح هذا موجود فيه انزيم خنزيري، هذا موجود فيه انزيم خنزيري، هذا ما في انزيم خنزيري. لما قرينا وقارنا المكونات اللي فيه، والشركة اكدت لنا ان هذا ما فيه. اذا بغيت تشتري، فاللي يبغى يشتري لازم يتأكد من المكونات، هذا من ضمنهم فيه انزيم خنزيري. انا ليش تكلمت عن الشركة هذه بالتحديد؟ انا قاعد الف الف الف، واخر شيء تطلع احنا مغيرين مكان الشركة. شوفوا الشركة هذه اللي مرسوم عليها البنت، نشيكين عليها ما فيها شيء. هذه منتجاتها، فيه تقريبا مشابهة الى هذيك الشركة، في اشياء واجد يعني. فاذا بغيتوا تاخذوا منها تقريبا ما فيها شيء. وللاحتياط براء للذمة، اقرأوا المحتويات، بس انا اقول لكم انه ما فيها شيء. شيء اخير عشان نقفل الموضوع هذا نهائيا، حتى لو ما قريت اصلا المكونات، شوفوا هذا حرف اليو، تعرفوا طبعا هذا حرف اليو علامة للكوشر، يقول لك ان المحتويات ما فيه لا خنزير ولا يعني اشياء ممنوعة حيوانية كده. تقريبا كل الانواع الموجودة هنا، هذه مو كل الانواع، في انواع ثانية ما هي موجودة الظاهر مخلصة.